بعد كده قال لي each importer is described by importer number وده unique والname برضه unique. each importer has a set of origin يعني دي مجموعة من دول المنشأ يعني متقسمة على country و city. ماشي وايميل وسايت يو ار ال. تخص يبقى الامبورتر ده بالنسبه لنا بالنسبه لنا انتيتي طبعا يبقى متعلق بده الظاهر كده ببساطه. اقرب من هنا ترو الامبورتر بورتر انه ولي ده يونيك والنيم طبعا لو عايز تمثل هنا اليونيك نمبر او اليونيك فاليو تخش طبعا تقول له ايه ان دي يونيك بس كده هنا خلاص فخلاص هتبقى باينه بعد كده ان هي دي بالنسبه لنا يو وهكذا. لو انت عايز تظبط بقى بس انا مش مهتم بده دلوقتي انا مهتم بس بالشكل والعقد وكده قلت له طيب ده النيم اسيت اوف اوريجن يبقى الاوريجن ديت اللي هي دول المنشأ وطلع منها ايه كانتري وسيتي قلت له ماشي يعني من الاخر هيبقى عندك كانتريز وسيتيز وطالما هتبقى كانتريز وسيتيز يعني ليه اكتر من دوله ماشي يعني مثلا ايه في الصين وفي اليابان بتصنع في الصين وفي اليابان مثلا في الحاله دي طبعا المفروض تترسم دي مالتي فاليود وكومبوزيت مع بعض هتعمل الاوريجن هتبقى انتيتي في الاخر لوحدها يعني هتعمل انتيتي ثاني للاوريجن اللي هي دول المنشا هتبقى عامل ايه؟ ممكن تعمل اي دي او تخش على الاوريجن نيم على طول الاوريجن كانتري البلد ودي بار كاركتر على 50 والاوريجن سيتي يعني انا كده اقدر اعمل بقى علاقه ما بين امبورتر والاوريجن ان كل امبورتر ليه مجموعه اوريجنز طب كنت ممكن اعمل لهم اي دي واظبطها تبقى افضل من كده يعني لو احنا عملنا كده اوريجن اي دي مش غلط على فكره عشان بس يبقى بعد كده الاي دي ده اقدر اربطه بيه ما يبقاش عندي مشكله لكن انا بالنسبه لي الاوريجن مع الامبورتر لكل امبورتر ليه مجموعه اوريجن والاوريجن ليها مجموعه امبورتر صح ولا ايه؟ نرجع نشيك ليه اسيت اوف اوريجن والاوريجن تخص امبورتر واحد لا الاوريجن بقى تخص مجموعه ايه امبورتر لازم تيجي معانا ميني ميني عشان كده يبقى كويس ان انا حطيت الاوريجن اي دي عشان امبورتر نمبر يبقى معاها ف كانت في الاي ار رسمتها سهله طبعا بتعمل بس ايه مالتي فاليود وطالع منه كومبوزيت وخلصنا لكن طبعا عشان تفكها هتضطر تعمل لها كمان انتيتي هي الاوريجن امبورتر طبعا الميزه في الرسمه دي هي مفكوكه على طول طبعا دي مش ميزه ممكن الناس بتعتبرها عيب لكن هو ده دلوقتي اللي بقى اكتر ماشي اكتر يعني كان هيبقى في الاوريجن اللي هو المنظر ده اقصد ماشي اكتر بالمنظر رسمي كده بالمنظر ده اشهر دلوقتي عن الشورت على الاي ار رغم ان الاي ار ادق وابسط ما علينا تستعين على مرحلة النيار والسكيما يعني. المهم الاوريجن اي دي ده هيبقى انتجر 10 ماشي والامبورتر نمبر
برضه انتجرال 10 ماشي. وجاي بقى يبقى خلاص ميني 1 ميني 1 ميني عادي، لكل اوريجن ليها تيجي كذا مره في الاوريجن امبورتر، والعكس ان الامبورتر بيبقى ليه اكتر من اوريجن امبورتر. في حاجه طبعا بقول لنا بسرعه عشان احنا في المرحله الاخيره، يعني كل الكلام ده عدى عملنا الاناليسيس دي، بس احنا بنعمل كيس ستادي كامله يعني. المهم فاضل له الايميل والسايت يو ار ال، دول سهلين خالص. ادي الايميل دوت اتشار على مثلا 70 طويل، والويب او السايت يو ار ال عنوان الموقع بتاع الويب سايت نقدر اكتر على 100 ولا 300 حتى مثلا. دول مين؟ ده الامبورتر، خلصنا منه ببياناته كلها. تبقى لنا بقى ايه؟ البايرز والمشاكل الخاصه بيه دي، نشوف هيعمل فيها ايه.